حفظ الله هذا الوطن الغالي ورافع شأنه في هام المعالي مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ونقول عهدا سعيدا وعمرا مديدا يا مولاي. احنا نواصل مشوار معكم ونستكمله في برنامج قهوة الصباح، مختلف المحطات والفقرات، ومثلما أسلفنا في بداية هذا البرنامج الحديث الأول سيكون عن مضاعفات فيروس كورونا على المتعافين. احنا شاهدنا وتابعنا أيضا القرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات فيروس كورونا كوفيد-19، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة وغيرها أيضا من القرارات. راح نركز تحديدا فيما يتعلق بضرورة الالتزام من قبل المتعافين ومن الجميع أيضا مشاهدينا الكرام، وذلك أيضا بوجود الدكتور حمود بن سعيد الفزاري، طبيب أسرة ومدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بالإنابة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، ينضم معنا عبر الاتصال المرئي. مرحبا بك سهلا دكتور حمود، وإحنا سعداء أيضا بوجودك معنا اليوم، وصباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور والسرور، واهلا بكم واهلا بالمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا بك الدكتور حمود، يعني دائما تتجدد المعلومات التي تنتشر عن فيروس كورونا كوفيد-19، وما زلنا ايضا في محاولات التعرف على هذا الفيروس واعراضه. هنا في بدايه هذا السؤال وفي بدايه هذا المحور، لو نتحدث عن اعراض فيروس كورونا كوفيد-19 خلال فتره حضانه الفيروس. نعم، بداية قبل أن نعرج على الأعراض اللي هي تعكس الإصابة بمرض فيروس كورونا 19، ناخذ نبذة بسيطة. هو مرض فيروسي يصيب الأغشية المبطنة للجهاز التنفسي مثل ما هو معروف. فترة الحضانة بلغة سهلة هي فترة دخول الفيروس في الجسم إلى ظهور الأعراض. احنا معنا في لغة الطب في تقييمات او في تقسيمات معينة اللي هي بالنسبة للأعراض، في تقسيمة معينة يسمي الأعراض اللي هي أكثر شيوعا والأعراض الأقل شيوعا. بالنسبة للأعراض الأكثر شيوعا بالنسبة للمرض كوفيد-19 يمكن يصاب الشخص بالحمى والإرهاق والسعال الجاف، هذه الأعراض هي أكثر شيوعا بالعادة. ويوجد أعراض أخرى كذلك هي أقل شيوعا ولكن يمكن تكون موجودة مع الأعراض الأكثر شيوعا، مثل الآلام المفاصل وآلام الجسم، كذلك احتقان الأنف والالتهاب الحلق والسيلان الأنف كذلك، بالإضافة إلى بعض الأعراض المرتبطة بجهاز الهضمي مثل فقد حاسة الشم والتذوق والإسهال، بالإضافة إلى القي. كذلك رصدنا بعض الحالات فيها نوع من الالتهاب أو طفح الجلدي يمكن أن تظهر على المرضى المصابين بكوفيد-19. هذه الحالات طبعا أو الإصابة بها يمكن أن يكونها هي الفرصة متساوية شبه متساوية مع جميع الأعمار تقريبا، ولكن حدتها لها اعتبارات معينة بأسباب معينة تختلف حدتها من شخص إلى شخص لاعتبارات عمرية ولاعتبارات كذلك صحية. نعم، طيب دكتور حمود، أيضا يعني في المحور القادم سنتحدث عن موضوع المتعافين، يعني تضاربت المعلومات فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا. المتعافين الآن هل سيشعروا فيما بعد لا قدر الله بمضاعفات معينة، أو لربما أن الفيروس مجددا أيضا للأسف الشديد أيضا سيقترب منهم؟ نعم أخي العزيز، موضوع الفيروس والنظريات والتكهنات لا زالت موجودة، الفيروس في أشهر الأولى، فنحتاج إلى لربما إلى دراسات ومحكمة للبدء في الأمر. لكن حسب المعلومات المتاحة، أول شيء نبعث إلى رسالة تطمين للمصابين، حيث أن معظم المصابين أصلا لا يوجد لهم مضاعفات مزمنة ما بعد الإصابة، ولكن بعض الدراسات تشير إلى أن لربما يمكن شخص من العشرة يمكن أن يكون له عنده آثار أو مضاعفات مزمنة. فإلى الآن الأطباء والعلماء لا زالوا يكتشفوا ولا زالوا في دراسة لموضوع المضاعفات أو المشاكل الصحية التي يمكن أن يؤديها هذا الفيروس. طيب ما هي حقيقة أبرز هذه المضاعفات التي تتحدث عنها الآن دكتور حمود؟ إن شاء الله. نعم، بالاعتقاد السابق حقيقة كان أن فيروس يصيب الجهاز التنفسي، ولكن مع معرفة الفيروس في قادم الوقت وجد أنه يمكن يهاجم أعضاء أخرى مثل الدماغ، مثل البنكرياس، مثل الكبد، مثل
الجهاز الدوري. فعلى سبيل المثال للحصر مثلا المضاعفات التي هي حادة ويمكن تظل مع الشخص المتعافي في الجهاز التنفسي، احيانا لما ينزل الفيروس الى الرئة يعمل نوع من التلف في الأغشية والشعب الهوائي في الرئة، هذه بطبيعة الحال يقلل من جودة نقل الأكسجين، فبالتالي يظهر على شكل إرهاق وتعب، فهذا يمكن يستمر أشهر إذا ما سنوات، فبيحتاج له نوع من المتابعة من المختصين. فالمضاعفات على القلب، وجد بعض الدراسات تشير ان الفيروس له تاثير مباشر على عضله القلب، يمكن يعمل التهاب عضله القلب، وكذلك يؤدي الى التجلطات في الشرايين القلبيه، وبالتالي يمكن ان يؤدي الى قصور في عضله القلب، وهذا يؤدي الى مضاعفات مزمنه كذلك يحتاج لها متابعه وتقييمات فيما بعد. تشير بعض الدراسات الى ان ربما 10% من الناس المنومين خصوصا في العنايه المركزه ومحتاجين للاجهزه التنفس الاصطناعي 10% يمكن ان يكون عندهم الارتفاع في انزيمات القلب. بالنسبه للدماغ هناك بعض الدراسات تشير الى ان يمكن تاثير مباشر لهذا الفيروس على الدماغ وعلى كيمياء الدماغ، بحيث انه يمكن احنا صارفنا على مستوى الرعايه مؤسسات الرعايه الصحيه الاوليه الصداع المزمن ما بعد التعافي، فقدان لحاسه الشم استمر اشهر، فقدان لنوع من التركيز ببعض المتعافين كذلك. بالنسبة للكلى وتأثيرها واضح في المرضى المنومين، وكذلك هذه القصور في موضوع الكلى يمكن أن يستمر ما بعد، فعلى هذا الأساس نحتاج أن نتابع هؤلاء المرضى ونتأكد من عمل الكلية، وأحياناً لا قدر الله يمكن يكون القصور في الكلية مستمر لاحقاً. نعم. الكبد كذلك من الأعضاء اللي يمكن تتأثر بهذا الارتفاع في إنزيمات الكبد، فيمكن يستمر لاحقاً. الجهاز أحياناً طبيعة التعامل مع هذا المرضى ربما يمكن الإنسان يستمر في الترقيد لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة، فالتجلطات الساقية والتجلطات في على مستوى الرئة والقلب والدماغ يمكن تزيد الفرصة بهذه الطريقة. فهذه لها آثار كذلك مزمنة ما بعد التعافي، يمكن يتعافى من الفيروس لكن آثارها يمكن أن تستمر. يوجد آثار أخرى كذلك حقيقة على سبيل المثال الحصر، اكتشف أو تم ملاحظة الحالات المكتشفة لمرض السكري كذلك، سواء كان بطريقة مباشرة من الفيروس أو بطريقة ثانوية، لأن هذا السكري بعادة من الأمراض الكامنة يمكن أن تكتشف عن طريق الفحوصات، وجود المريض في المستشفى يمكن أن يؤدي إلى العمل هذه الفحوصات فبالتالي يكتشفها. كذلك لاحظنا على مستوى الرئة الصحية الأولى أن كثير من الناس يجيهم آلام الجسم والمفاصل والظهر بشكل مزمن. لاحظنا كذلك أن المرضى المتعافين عندهم نوع من صار نوع عدم التحكم في أمراض كان سابقا متحكمين فيها مثل الضغط والسكري. بذلك إضافة على ذلك الأمراض اللي هو المرض التعب المزمن، وكذلك العوامل السلبية في العوامل النفسية كذلك، هذه من الأمراض أو المضاعفات التي يعني واضحة جدا حقيقة. الآن لا زال الدراسة في هذا الموضوع مستمرة، وملاحظة المتعافين في الفترة القادمة ضروري جدا من أجل فهم أكثر لطبيعة هذا المرض وأثره ومضاعفاته على المتعافين. نعم. طيب دكتور، أيضا كسؤال يعني ما هي التدابير اللازمة التي يجب أن يتخذها المتعافي من الفيروس؟ طيب طبعا كل مضاعفات أو كل مضاعفة من هذه المضاعفات يجب يعني لها اعتبارات معينة ويجب التعامل معه على حدة. المتعافي يجب أن يعني لا يتردد في زيارة أي مؤسسة صحية إذا ما اشتكى من هذه المضاعفات على سبيل المثال، وإذا كان مثلا عنده نوع من على سبيل المثال في فشل كلوي أو في صار عنده قصور في أحد الوظائف الحيوية في أثناء فترة المرض، لابد أن يكون على اتصال دائم بالمؤسسة الصحية لمتابعة هذا المرض أو هذا القصور. في حقيقة في موضوع التأهيل نؤكد عليه، التأهيل إعادة التأهيل هي موضوع مساعدة الجسم للتكيف أو مساعدة الجسم لكسب طبيعته ما قبل المرض، خصوصا نركز على القلب وعلى الجهاز التنفسي وعلى الجهاز الحركي. طبعا في مختصين معينين يقيموا المدة اللي هو يحتاجها الشخص لإعادة التأهيل في هذا المجال كحاجة تقديرية. بعض الأبحاث تشير إلى أن يوم واحد قضيته في العناية المركزة على جهاز التنفس الاصطناعي بالإضافة إلى التنويم تحتاج إلى 7 أيام لإعادة التأهيل.
نعم فهي كمساعدة للجسم للتكيف ومساعدة الجسم بشكل تدريجي. طبعا احنا بشكل عام نعم ننصح للجميع اتباع الانماط الحياتية الصحية، الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة والتقليل من الوزن الزائد إذا وجد. نعم دكتور، يعني كسؤال أخير ربما في هذا الحوار الشائق معك، وأيضا نستفيد من جملة الإيضاحات والمعلومات اللي قدمتها. الملاحظ أن بعض الأشخاص الذين كتب لهم التعافي والشفاء من فيروس كورونا، عدم الالتزام والتهاون والتساهل حقيقة في اتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعاون مع تطورات الفيروس. ما هي الرسالة وما هي النصيحة وما هي الكلمة التي ينبغي أن تصل لهؤلاء؟ لأن ظنا منهم وحسب المعلومات المتضاربة وكثرة التحليلات وتعدد أيضا التفسيرات، أن من يصاب بهذا الفيروس لا يمكن أن يصاب مرة أخرى. فالرسالة التي توجهها شخصيا من خلال هذا المنبر. الرسالة اللي نوجهها حقيقة للجميع الالتزام، ونؤكد على الإجراءات اللي هي صارت مهضومة وصارت الناس متشبع بها، اللي هي موضوع غسل اليدين بالطريقة الصحيحة واستخدام السائل الكحولي والتباعد الاجتماعي، نؤكد على التباعد الاجتماعي، نؤكد على لبس الكمامة بالطريقة الصحيحة، نؤكد على الثقافة التنفسية كذلك السليمة. البعض يرى ان اصيب بالفيروس فما يوجد في احتماليه اصابه لاخرى، ما في شيء مؤكد، لكن الان البروتوكول معنا ان بعد ثلاث اشهر من الاصابه المتبع ان كان انسان غير مصاب، لان طبيعه الفيروس غير معروفه، طبيعه الانسان غير معروفه، يمكن يكون يحمل هذا الفيروس يصيب ينقل الى شخص اخر ضعيف مناعيا ويعمل له إشكالية ويمكن يؤدي لا سمح الله إلى المضاعفات وإلى الوفاة. فنؤكد على الجميع الالتزام، نؤكد على الجميع بالتقيد بالإجراءات الصادرة من اللجنة العليا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يرفع الغمة عن الجميع إن شاء الله. نعم آمين يا رب. شكرا لك الدكتور حمود بن سعيد الفزاري، طبيب أسرة ومدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بالإنابة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة. إذن مشاهدينا الأحباء، نتمنى كل الرسائل والنصائح أيضا وصلت لكم، ونتمنى أيضا أن تتقيدوا بجميع الإجراءات الوقائية والصحية. ننتقل بكم الآن إلى فاصل، وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم من جديد. كونوا معنا.